جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ، يقول هل تسقط فريضة الحج بالنسبة للمرأة إذا لم تجد محرما، وإذا حجت المرأة مع مجموعة من النساء هل هذا صحيح؟ لا يسقط الحج عنها ما دامت تستطيع الحج بمالها، تجد ما يمكنها من الحج إنه يجب عليها، لكن إذا لم يكن هناك محرم تعذر وجوده توكل من يحج عنها ينوب عنها في أداء الحج، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ولا يسقط عنها الحج. فإن حجت بدون محرم فهي آثمة وحجها صحيح، إذا أدت مناسكه على الوجه المطلوب حجها صحيح، لكن تأثم على عدم المحرم، ولا يكفي جماعة النساء، لا تكفي عن المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ولما أراد رجل أن يغزو في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له اذهب فحج مع امرأتك.